اخواني في هذا الفيديو غادي نوري لكم طريقه يعني صنع المونتاج لصيد البوري الكبير عن طريق طعم ديال الخبز باكيت دبا. طريقه سهله جدا، تاخذ الخيط اللي عندك ديال 30 ولا 40 ولا دير بهذه الطريقه، ديرو هذا بهذا الشكل هكذا. غادي دور واحد جوج ثلاثة أربعة ديال اللويات أو خمسة، بعد دخل هذاك لوبو ديال الفيل في هذيك الدويرة اللي يعني هنايا في هاد الدويرة هكذا، وجبد هنا. هنا غادي تساعد بواحد، جيب واحد السلك أو مسمار بحال هدا، غادي تدخل فيه هاديك لابوك ديالك باش تجبد. يلفو توجو إيميكتي قبل ما تزير أفون دو سيري، إذن تجبد العقدة ديالك باش تعطينا واحد تزير مزيان، باش تعطينا واحد لابوك صغيرة هنايا اللي غادي نحتاجوها باش ندخلو فيها الفيل ديالنا. بعد تخرج العقدة ديالك غتخرج لنا على هاد الشكل عقدة صغيرة، هي هاد عقدة صغيرة. إذا من بعد غادي نجيبو لي تريدون ديالنا، يعني هادوك السنارات الثلاثية اللي هما راه عندنا، تستعملو خمسة ديال السنارات أو ستة على هادو السنارات الثلاثية. غادي تدخلو بالوحدة فوالا الأولى، الزوجة، الثالثة، الرابعة، والخامسة. استعملت خمسة ديال السنارات كتلقاهم كيهبطو حتى لهاديك العقدة اللي صايبنا، هاهوما. إذن على هاد الشكل هاهوما حاصل هنا. من بعد واش غنديرو؟ غادي نجيبو واحد ستوب فيل، تكون دي ستوب فيل بحال هادو، غادي نديوه نزيد ندخلوه في هاداك لوبو ستوب فيل. غادي ندخلوه هنا ندخلو فيه هاداك ستوب فيل ديالنا في الخيط ديالنا كوم سا هاهو. إذن هاهو دخل لو ستوب فيل، غادي نهبطوه حتى يبقى على، نهبطو من داك الخيط ديالنا حتى يبقى على 10 سنتيمتر أو 15 على هاديك لابوك اللي درنا في اللول، ديك لابوك الصغيرة. إذن هنايا مثلا هنا من هنا لهنا فوالا، من هنا يعني ديك الدوارة ديالنا حتى هاديك الستوب فيل، هنا واحد 10 أو 15 ديال سنتيمترات. من بعد هذا الشكل هذا الستوب فيل اللي هو هنا، عندنا السنارة ديالنا، عندنا هاديك لابوك اللي صابنا في اللول. موراها غادي ناخدو واحد لابيرل دو كولور كيما كانت، غادي نستعمل أنا هاد لابيرل هادي فيرت، دخلها معايا هنا في دخلها وغتمشي حتى لداك ستوب فيل
وغادي تحبس خمسة فوالا. وهنا عندنا ديالنا. بعد اش غنديرو؟ غادي ناخذو هذيك لا بوك ديال الصغير اللي صوبنا في الاول وغادي ندخلو فيها لو بو ديال لو فيل ديالنا. اذا غادي ندخلو خمسة فوالا ندخلو فوالا وغادي تمشي حتى لهداك تسطب فيه ديالنا تطنا على الشكل ديال هاد اون بوكل هنايا فو فيها اتونسيون لهاديك الصناعة صنعنا على هاد الشكل اللي هو يعني اون كروند بوكل فيها الصنارات يعني لي لامسون ديالنا لي تريدون. الاحسن غادي نفرقوه قبل ما ندخلو الخبز نفرقوهم باش ما يتكرشوناش في الماء. اذا غادي نشدو هذاك المورسو ديال الخبز ديالنا ديال الباغيت ندخلوه في وسط هذيك لا بوكل ديالنا كوم سا ندخلو الخبز في وسط هذيك الاخر ونزيرو هنايا بهاد نزيرو هنايا بهاد الاخر بهذيك العقدة ديالنا نزيرو مزيان كتحصلو على هاد الشكل هذا. غادي ناخدو هادوك الصنارات ديالنا بالوحدة ونفرقوهم على الخبز. اذا عندنا هادي هنا هاهي غادي ندخلو هاد الصنارة مثلا هنا نزيدو ندخلو هادي قلنا هاد الصنارة هنا نزيدو الصنارة اخرى حتى هي ندخلوها هنا بهذا الشكل نزيدو لوطر لامسون حتى هو ندخلو هنايا نزيدو عاوتاني هادي ندورو على الخبز يعني هادي نديروها هنا وهادي نديروها هنا نزيرو مزيان نحصلو على هاد الشكل. الخبز ديالنا فيه لي لامسون بالجهات جميع الجهات فيها لامسون ديالنا مزير نزيرو مزيان فوالا نحصلو على هاد الشكل هذا. اذا كنتحصلو على هاد الشكل هذا المونتاج هذا كي راكو تشوفوه هانتوما المونتاج ديالنا الصنارات لاصقين في الباكيت جميع الجهات هانت. اذا هنا نقدر نزيدلو باش تقلو نزيدلو ان بلون على هذا دخلو ان بلون زيدولو هنايا حسب التقل باش يهود شوية على حساب لا بروفوندور إلا كان شي بوري كبير. إذا هذا هو الشكل ديالنا. إذا إخواني هذا هو المونتاج. نتمنى يكون عجبكم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.